البطولات محاولة الملا الله 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 اعبرت اعبرت وخرج جلال حسن وما في تفاهم بين علي فايز وجلال حسن وبالتالي استقرت في مرمى المنتخب العراقي الكرة بهذا الشكل مرات والحقيقة شوف اللي قادرين عليهم يلا يلا بالجول جول التعادل نبيل الآن 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 الله نبيه الآن وظهر ميمي وسجل هدف التعادل للعراق تبادل لاعب فيهم كيفما يشاء وتقدم الشاب الصغير 18 سنة يتقدم مهند علي ويتلاعب بالفيتناميين ويسجل الجول الأول للعراق صارت النتيجة هدف له نعم 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 المنتخب محاولة المنتخب الفيتنامي المرور والتقدم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني المنتخب الفيتنامي يسجل الجول الثاني المنتخب العراقي إنجوان كونغ يتقدم ويسجل الهدف الثاني لمصلحة المنتخب الفيتنامي شوف شوف ولاحظ معي أيضا الأداء مستمر حذرت قبل تقدم فيها المنتخب العراقي مرور عراقي ناجح والكرة عالية انحطت ومرة أخرى يتقدم مهند علي جول 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 العراق يعادل نتيجة المباراة همام 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 من اللمسة الأولى همام طارق يطرق مرمى المنتخب الفيتنامي ويسجل هدف التعادل للعراق الهدف ياتي الان شوف الان يعني انا كنت اطالب اخدموه اكو لاعب ليتحدث عنه هو حاول المحاوله الاولى هو عطل المدافع هو عطل الحارس المرمى اخدم علي عدنان راح يتقدم علي الله علاوي علقها في المقص وسجل الجول الثالث للعراق علاوي وايد زين علاوي كلش زين علاوي ينشر الفرح في المدرجات وينشر الفرح في العراق وبالتالي يسجل الهدف الثالث